ازاي تمسح العلامة المائية من الفيديو بكل سهولة من اي فيديوهات، من برنامج واحد لسامسونج وتاني للايفون. هنبتدي بالايفون. عندنا هو كاين ماستر مثلا، ده مثال علشان علامته ما بتفتحش غير بفلوس، فهنفتح عليه. انا طبعا قدرت اعمل كريت نيو، بس انا اوريدي عاملة ماي بروجكت، فتحت عليه وكنت حابة اوريكم انه اهي العلامة، فجبت القلم وعلمت عليه. جبت اللون الاحمر عشان يبان وهو اهي العلامة عايزين نحوشها. وطبعا لو صغبطنا عليها وقلنا كده حلوة كده، يبص شكلها مش حلو. فالافضل ان احنا نحوشها بطريقة يعني ما تبانش، او على الاقل نخفها، ده اقل حاجة، لان لما نصغبط عليها بيبقى شكلها مش حلو، مش الطف حاجة. دلوقتي هنحملها اهو، وبعد كده ندوس سيف. طبعا اهو بفلوس عشان تحوش الواتر مارك، اهو اتسجل خلاص. تمام خلاص كده بنطلع برا، وهنطلع برا ونروح للبلاي ستور، مكان اللي بنحمل منه الالعاب. هنحمل منهم برنامج اسمه ووتر مارك اريزر، زي ما حايا. بنكتب في السيرش فيديو ووتر مارك كده السبيلنج بتاعها، ريموفر، فيديو ووتر مارك ريموفر. هتلاقي اول واحد طلع لكم في الايفون ده، لان السامسونج ليه برنامج تاني فيديو اريزر ريموفر، واخد 4.5 يعني من 5، يعني كويس جدا. هنحمله دلوقتي. ده بس الايفون، ده بس الايفون اهو انا بحمل دلوقتي اهو، وظهر عندي. هدوس عليه وبعديها هيطلع على الشاشة دي، وهيجيب لي بعد هقول له هجيب لي هطلع اللايبراري عشان اطلع منه فيديو. هيجيب لي سيلكت فوتوز او فيديوز، هدوس فيديوز اهو. خلاص كده دان، خلاص ما انا جبت الفيديوهات الفيديوز، هدوس على الفيديو بتاعي. هو ده اللي انا حملته من كاين ماستر. اديكم شايفين اهو العلامة اللي هي بتاعت كاين ماستر لسه موجودة دلوقتي اوريجينال فيديو. بعد كده هندوس على مور، التلات نقط دي، هندوس كروب فيديو. هو ده في الاوريجينال فيديو، انا كنت حابة اوريكم في الاوريجينال فيديو. بعد كده هندوس على مور، هندوس كروب فيديو تريموف ووتر مارك. في بقى تحتيها دي بقى تضيفي ووتر مارك، علامة مائية احنا بقى عايزين نحجز، فدوسنا على اول واحدة من مور على اول واحدة. الفيديو معانا دلوقتي. عندنا اشكال تحت شوفوا كده، فري 1.1، دي المسافات. الفري يعني اي حته براحتك خالص. وكنت عايزه اقول لكم حاجه مهمه اهو، في تقدري صغيره كبيره كده، وفري دي براحتك خالص يعني اي حاجه. في الفيديو ده انت بتقطعي اللي انت عايزاه وبترمي البتاع ده، يعني ما بتمسحيش العلامه المائيه، انت بس بتاخد الجزء اللي انت عايزاه، يعني بتقطعيها من الاخر كده او بتقطعها من الاخر. يعني العلامه المائيه دي انت مالكش دعوه بيها، فانا قطعت الفيديو اللي انا عايزاه او خلاص كده احنا بعيد عن العلامه المائيه. اما في السامسونج فانت بتغطي العلامه المائيه من غير ما تقطع الفيديو. احنا هنا قطعناه، بصوا ازاي قطعنا بس الحته اللي هي اللي هي عايزينها، يعني بعيد عن العلامه المائيه. فما حبيت اعيد لكم تاني من كروب فيديو. ودلوقتي للسامسونج، على السامسونج عندنا فيديو اسمه فيديو ووتر مارك موفر ووتر مارك اند اد لوجو، تقدروا اد لوجو وتقدروا تحوشوا الووتر مارك. دلوقتي انا عملت سيف من كاين ماستر نفس قبليها، ودخلت على الموقع اللي هو ريموف ووتر مارك للسامسونج. شوفوا شكله تاني في الفيديو، شوفوا شكله. دلوقتي دخلت على الموقع وهو عندكم الكاين ماستر، عندكم لسه كاين ماستر موجود. دلوقتي هتقدروا تقعدوا تكبروا فيه كده، اول ما تلمسوا الشاشه هتطلع لكم حاجه كده، دي بقى بتعلموا عليها وبتظبطوا مكان كاين ماستر بالظبط علشان تتحصل العلامه. في الايفون قدرنا نقصه من اريزر ريموفر ووتر مارك اريزر، اما من هنا فاحنا بنخفي العلامه بتاعت الكاين ماستر.
الكاين ماستر ده بس مثال، لكن مش حاجة، لأنه ناس كتير بتستخدم كاين ماستر، فأنا قلت الكاين ماستر يمكن أشهرهم فقلنا نحوشهم. أهو أنا علمت على كاين ماستر بالظبط، قعدت دقق كمان وابتدي ودوست على الصح اللي فوق دي، وهيبتدي يحمل أهو ريموفينج ووتر مارك، ووتر مارك يعني العلامة المائية، فهو بيشيلها بس بيحمل، بس برضو يعني شوية سريع يعني مش بطيء أوي. ففي ايفون وفي سامسونج. طبعا الايفون انت تشوفوا حاجة دلوقتي هتشوفوا ان العلامة اتمسحت، وتاني صورة كده جاية شوية باهتة، اول صورة باهتة بعد كده تاني صورة ما فيهاش علامة خالص، فاهمين؟ فيمكن ده يبقى مش قوي، بس يعني هو ده حل من الحلول برضو. بس الايفون احنا قطعناها خالص، فاللي هو علامة كاين ماستر دي متشالة خالص، اللي هو احنا اصلا اخدنا الجزء اللي عايزينه وسيبنا الجزء اللي مش عايزينه. فانتوا اديكم شفتوا المميزات للايفون والسامسونج، فاهمين؟ وهو انا وريتكم الاثنين، الايفون والسامسونج، وبرضه السامسونج كويس جدا يعني. لما جيت دورت وكنت عايزه لقيت السامسونج، وانا فرحت ان انا لقيت، يعني دي حاجه حلوه برضه، مش قوي يعني، يعني كويس جدا جدا المستوى ده. ولو حبيت الفيديو تشتركوا في قناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامه.